صدر عن صاحب السمو الملكيه الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشان عطله عيد الفطر المبارك جاء فيه انه بمناسبه عيد الفطر المبارك تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم العيد واليومين التاليين له فاذا صادف احد ايام العيد يوم عطله رسميه فيعوض عنه بتمديد العطله يوما اخر.